صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 85 لسنه 2023 بتعيين مدير في الامانه العامه للمجلس الاعلى للشباب والرياضه وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه جاء فيه. يعين السيد هاشم عبد الكريم السيد اسماعيل العلوي مديرا لاداره الموارد والخدمات بالامانه العامه للمجلس الاعلى للشباب والرياضه.